بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن وحين تشوغني درسيني يضع بيت المقدس وقالي قعنتي نمنكي مسيحيين تها ما كريستان كاها ومرك قبصدين نددكينا إلايين معالمتي مقالدنا أي وحبدن كبدلين سيبا مسجد الأقصى لفتيس قيب كم إذا كنيسات بيكردقين قيب كم إذا وحي كردقين ميل أي دقان نمنكي فرسانتا وها ولو قارهان فرسانتا إسبتارية ليداهدو قيب كلو كم إذا وحي كردقين ميل هو كالردكتو قيب كم إذا وحي كردقين ميل فردها اللغو حدو قيب كم يعني معالمتي مساجد كردن ويبابيين وحاني نقطي إني قعنتو دو كتشيرو سقاشن سندو دو دنبي سقاشا كاسا ندود ووقت المسلمين تو يجوا سكو مشغول صنايين بغداد جده هذا اللي سكو هيستي نمان كي باطنيين تها يصابحين حشاشين تكوي لورنجري أي مادين أي بلابين وحنا أساسينيشن سكو يغانين حتى الله يدا كلمة دا أساسينيشن في إنجليزي جاهي وحشاشين ولا ترجمي أي كلمة دا نبكو مشرين اللغة الإنجليزية قبل قواسي أنت أنا يمنين ان اغتيالات كاسي بلابين عالم الاسلامي او سداسيه اي وحب بلاب ما يسحوه اسلاميه جديده سحوه داسي وحي اسكو ديدي باطنيه دين يرددو بغردي يا نمنكي ما دين تي اسدليين للرديو ددك ان اخر الله حصوصيو الهي سبحانه وتعالى ان دب لو خلو وصحوضة رقي عنك كاها واختي قاس صحوضة دبو بلابي وحكمدها أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه إمام كي لورنشري وحكمدها عبد القادر الجيلاني شيخ لورنشري الله وضع نحرسته علماء دا سيوحي بلابين تربية روحية حوقن وادتك إن ماديات كاللغاك حيو وآخرة يا إلهي الحصوصيو دبتنا وحب بلاب مي جيل عصب ومسلمين قبل الذي مسلمين تكلوا جوجونا وحشري ماشي حلب ليدا هذا وحه يسن شري نين ليدا هذا آق ابن سنقر وأتى بكتي كم ده ويلو دلي زنكي لورن شري نانستي سنة عماد الدين هاي عماد الدين زنكي أيا رجي صحوة كبر باري كم ده ها تبعتنا وقتي مركي وموقطي جسي نمديسي يا عبادة ديسي يا وحسي يعني كي بقر كاها بغداد وحولي بي مقالة موسى اللي راه داينو مضحك النقضه موسى المركي ودتشيبه هذا نبلا صدي وحلب يا حما يا حمص بكو صدري وحب بلا بيت دقال انه لقل انه منكي مسيحيين تاها وحدي بسوحري يصدح دي اماري يعني دين شيقي يشالي متكمدة امارة الروحة ايو ديبو كسوحري يعني منكي سليبيين تاها يساقو دقال كسي وضا وقال على إلى هذا جعبر مركز حسار قهية وهبينك يساح ذي أيها بينك اغتيال لقسمية والدي لي أتكبر واحد المامة أن من كحشاشين تاها واحد من الباطنية بادي لي بدنا واحد المامة ينويل وشقين يأرمو يساقوا باطني قاها على كل حال هبين يساقوا هردال لدي لي واحد نحلي ويل كيسي نور الدين زنكي لورنشري ويل كوكتغي وها ننجيسية وعابدة وزاهدة وأسكرت يرعى يدبا يأدو تعليهين هم يجي سووين نوحوها قدس إنه دبو حريه نور الدين زنكي هم يجي سووين بيد هذا وحوها قدس إنه دبو حريه ولبا وحر ما يسنا إنه حوق حريه وحيد هذا بلدوين كي سدحات بغرطو يدي قدس كدس نايد بركو دنتي أيال لو يما ليدي مكاب بقر كودي دنتوي ضعيف ينا ويرد ما ويرد ريبو يدي هم رجعنا ما يستان إن نين ليدا هذا عمور الأول أو أه كي كدم بيا بلدوين كيس دحاد قدس قبصدي وأي ولا لهاين
بلدوينكا كان ايا بلابي بينو سو مصر ويرره مصر نمركا فاطمي انت باهيستا مصر مركو ويرره ووقت الدوله الفاطميه هي سي ضعيفه يسو مركا صدح بغلو سنه دو بي جرتا وانا اخر كيدي مركي ضعفي وكبطي دابا ترى بغركي فاطمي انت ها وحو كدل بضي نور الدين زنكي إنه عيدا نصدره أني من كان مسيحيين تيناني مصر قبصنين سداسي درت بوح الله دري سلاح الدين أيوبي يا أديركي أديركي إنكي لورن شري أسد الدين شيركوه شيركوه بما لا يدعى إينا أسد الغابة بإلا معنى طي أفعر بغنا أسد الدين وما لا يدعى ننكاسي عيدا وطال دري مصر بيتغين بغر كي بهدنا لو تغي فاطمه غاهي وحلو يري ورني من كان وني من كي شام نقب صداي هدي ميشن كوغو يمادان ادنا وين كو انقلاب يانا وا كو قبسنا يعني نيمن كا اسك علي او سيده اسك علين كرنا وح ويان ان اد له شي سو كريستان نيمن كان نصارى كو سو ويرر يا هشي سلا قال وح او غلو بغرتويدا دو حكومه بدبادو نيمن كان اسك علي نيمن كا فاطمه غاهي ورد تاريخ طايو قرطيب وكتب إن كان ملكي سيذهب ومصر ستسقط فإن النساء موت قرير العين إذا ذهب ملكي إلى يد مسلم بدلا من أن يذهب ليد كافر سليبي حاقد لك فاطمة هاي وحيري بغرطو يدا يدوين أي بابا ده أو مصر لقب صده أنه وحن كسما هيبولي يو إشي داي كحصل إساء إني نين مسلمة قعنتي قشو هل كي نين قالو كريستنة قعنتي سجلي لهي دولي سيدي بيكو الدفاع عن سلاة ديني يا أديركي نمانكي مسيحيين تها دبا لو عليي نور الدين زنكي لكن سقا وحاو مغضب بيت المقدس نفرطو ولذلك سقا ولي ويرر كو قادم بو منبر كدستي منبر كبيت المقدس سقال يلي حدن كيمياء هيد مركو نينكا استرالي جيسا هيوني كي قبي إلا سقال يلي حدن كي ويا لي وقال قبي مركا سي مركي مساجد كي قبي بعد النكبة مركي شون لغا سو ساري مسلمين تا نكبة دا ندن بيسا إسرائيل اي قبصتي أغسط كوبي اللي تنكي ديما في ليا أيو قبي من بركا سي نكا وقتي غاس أيو من برو درتين أيو السمايان وأه من بركة ودقي دونه بيت المقدس مركة وفرته لكن نور الدين قريد كمص من أو قريو دي صلاح الدين أدير كي مركي ونكاسي قريو دي دبو صار نغضي وموصل بو دبو صار لابطي صلاح الدين بلقى قيمة مركة يعيدا كي ماشي مصر هانشرتي صلاح الدين وحي لها دموحها ننطبي عطفي عن وصبر بضن وحكيمة وقاسية وهذا عدو كاد كاد متسامح جدا أبي هذا آد يا آد أن حريص بدون ردت كسيدة أن وحيس كدة يا مركا صلاح الدين مصرين وهجاتية بغرك بغرادو تشل عصام بوها مصر بو هجاتية أخيرا واحد عدي حتى الرعية دي إني آد سود وين صلاح الدين نمنك كتبضا وهي وحقر تري حتى سلطان كان فاطمي وحكم دها القاضي الفاضل معروف كانك وعانصا سلاح الدين وحقر يياه رقا سودان مستشاري مكدكتي ويسود وادين صلاح الدين نوح أقبلي منك فاطمي بغرتو يدي سين ودايو لكن ودك إنه سلاحيو بغرك فاطمي بوها صلاح الدين نودن كيبو سلاحي مدكدب أيانك فاطمة جهتي سوتي من سنوا جريود وح عرورة وحكت جي ويلير ويل كي يرابا ليدا هلا بغرو كاسو يدور لبغر ما ينقى تقرضه ويل كي يرابو سلاح الدين مركا وإريي ساسو خو قبصدي ودن كي مصر لورن شري فاطميين تاسي والدولة بلارنا هيد وأيو مغرب العربي بيسوق قبصدرين بدنا كم إذا مصر بي حكوميين مركي دنب شام يحجاس انا وقدر صدين يا يمن با مركي اي كان دعاي او صلاح الدين قبصدي وحي نقطي دوله دي اي فاطميين تو كتلين جيران اوردن انت دي بدنيدن اي سغا سو راعدو مركا يمن
حجاز هي الشام وحي كهري انت مسيحيين تقادتي مو يعني وحي هوسي مادين الدولة دي وكترين هي صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين مو شاغنين خليفة سيدي نمان كي هوري اوحي لخطبة هلا اخريو ان بقر كتشوغا سلطان كدقان خليفة المسلمين اي بغداد شوغا وحانو اقبلين عالم الاسلام وردان لما يدهيو دقال لو مركاب بلابا يساقو نمان كي سليبيين تا استيليان ديرو بلح اي غزادان هادا اللي اسكو ديليو اي عسقلان دول كاسو دقال لكاب بلابا كوني بقول يا سيديتك تاريخ ميلادي كي مركي مريسي ايان اسطول كي مصري قاها وحو اما عيدان بدات كي مصاردو وحي كهر تاقين صفينو ين اما عيدان بدات اي فرنش قواتانو ماشا عكا الله الى هذا الله اسكوها ليلي وكا قولي استي بقر كي مركا بيت المقدس كتلين اي بلدوين كي افراد لورنشري ايا هدنا كد البضاي هشيس هشيس كيف الله أقبل هشيس اللي بس النضوط إن هدنا الله قاله أيو قاطي وحشرة من فرنسيسة ورنيد الشلطان ليدا دو قيس يدي لسعدي عيدا مدي سليبيين تيمي أها أو قرس دي قبض هيستي أنطاكية بغرطكا هيدو قرس دي ترى بغر بكر نغضي كدي من المسلمين تو وير القصاق هذاي أخيرا عندما دي مسلمين تنن كم إذا قبطي تضبيو طبعا صندوق بحلب كحدنا ولا سود داي مرضا ب هذا نوح يمي بيت المقدس قبل كلاب غرضه هذا نقول سدي دبتنا أردن قيب كم إذا كرك يدو كسيارة بوقف صدي يدو هشي سي كريستن كحق المسلمين تكلق قلهم بني كان يوحو بلابي إنه قطاع الطريق نمسه ما يوم مسلمين تي شام كتك تي حج كقبنا يسي أيو تشد جايا وقلا وحر لايي يا وحر دعي يا وحر بابي بخديجي بل وابو كبريا وحير مكة إيه مدينة وين عن قبصدة حباش النبي محمد نوين عن ساق هذا وحتى جيبي ده دان غزة يا مالها كم بو صاچر شري وحي كويا لي جيت أردن بو سو جويي دبتنا أوربو كرري مال عدلا أبو كسمي يدونيو وصار ري بدو كاني دبتنا وحو بلابين الدولمات بلابو دولمات دا دي ساسي وحي سيو قادين قيبة كميدي عيدان ماشان ليدا دو ومال حلايب كميدا هل كان اسكو هستانا دي يقور مساري دا يو سودان تو دكت قديمة ودكديه صحابة واي كتلابين بان رجيني مركي السلام كوردول كان كقاديين إلا هل كان سوق بصدي بل عندما دي سبب عدم بيسوق قارن بلا إله ده سلاح الدين الأيوبي مركا وحكم مشغول إذا قال ده كريستين هسكو هيانا حقا وسي شيء دي بوصار نقضي نمان كي موحدين تهابوا حكاد البضايا يقو بدمرنا دويا لحان شرين الرقو صادران دويا هي فرسبو يونس سمايا من كان بودا قال خو قاضي كان يعيدا كيسي بي دي بوصار عليا ما دام ونن كاني بربريي أما ودعي حجات المسلمين تيميشة كالسعودي بلن كينا وبري وحب الابي إنو أرقوسي كالسمايو نمان كاسي مسيحيين تا يعني إذا ما يدد إلي إنو سوى حج تقية وحبو الله بكون يشام بغل صوق أبطي أدو هدنا كدب هشي سبالة لقالي وسود دايي نكاني لكن ربشدي مدينين مركي دنبه كان يكي هيستي قدس او اسنا ناغو غورسداي كو هلي ميشا وان قويسكي بغورتويا دا هين لبداسي او لبا فارس هان جيري ما وحي اسكو وافقين صلاح الدين كان با ما ينوارر دبيتنا عهدي و بوري صلاح الدين نو وحو ديار غروبي معركه كما دنبايس انو غلو ابن كثير في بدايته مركاسي وحو ليهي صلاح الدين وطا لبي طبان كن أو أسكري عيدنا إيه وحوغا متطوعين يعني متطوعين توادت كان حماس وضدي جهات كن صور راعي لكن ما أها دطة ببرن ماها إيه فرنشي أو ستبايدا هذين
سليب السلبوت، سليب السلبوت وحيد هذا، وكي عيسى لجس البيي، سليب كي عيسى لجس البيي، ولا كلا دحلي شري، وحكه هري، أي أثرته دشيع عيسى مركا سليب بركة يسنو يهيب يهيستين، وبيت المقدس يملهم بيكانين، مركا أنا ما كان السياي وعبد يان إني مسيح إنما ده بتاو دع الله ميان، سليب السلبوت نوي ساقاتين. iyagoo ama konton kun ama 36 kun oo askari wata ayaa la ishelay dagaal baa dhaxmaray markii hore wuxuu soo qabsaday Salaaxdiin Al-Ayyubi Tabariya iyo inta biya macaan oo dhanbu ka qabsaday iyaga dhanka bilabiya Abu Dajiyay meeshan xitiin la yiraahdo tuulo yar weeyaan oo hadda kamid tuulooyinkan ay haystaan nimanka waa baabaaday imika لكن وضعك إسرائيل هذا لغو شيئا يبقى كم تهي قرية صالة اسكو حلالي صبح صبتيين الربيع الآخر شن مال موضعي كهر سنتي شن بغولي سدح يسيديتن كي هجري يدا أو دقما كون بغولي تدبي يسيديتن كي ميلاد يدا دقال أدق بار دعي دقال خواح بتفاسيشي سجالي مينا لكن وحيدا هم وحكو قبا قبوبي dawriya saddan kuna ma saddan kuna in laga laayo ciidankii saddan kuna maxbuusnimo loo qabto almost inna wala gumaaday inna maxbuusnimo loo qabtay maxbuusnimo qorama he labadii boqorba uu qabtay boqorkii looran jiray gaida losinan oo akii qudus markaa ka telinayay iyo rino da shatelon dashtayim be qorana diye gor kutubta muslimiintu kana arnaat ama ariyat bay qoran laakiin wala ma magaca fransiisa labada boqorba gacantu ku dhigay markaas iyo waxay ka mid noqdeen maxabiistii la qabtay labada boqor markii uu qabtay kii muslimiinta laayay wuxuu dhahay la dilo kaas markii hore xujadaha laayay waxaa soo dhan isaga markii uu ka takhallusay waa la dilay kii kale wuxuu dhawaan ku sii deynayaa laakiin ballan qaad inaad shaam oo dhan ka tagayso oo France ku noqonayso Francisca ku noqonaya buu yiri siida wala siidaayay aduu shaam uu ka guuray France ma tagina Qubrus buu dawlad kale ka aasaastay Qubrus iyo meelahaas iska digay nimankii loo oran jiray adawiya wala isbitaariya dawiya isbitaariyadu waa niman bergii hore intay meesha yimaadeen oran jiray xujaajtan kristan ka timaada meesha uu shaqaynayna akhiran uu raisu bedelay أخيرا أورورو موبلايسرو أسكاريسا نغضي مركي دنبانا نغضي متعصبين تاو أدق أو دقالما مسيحيين تا لبدا جروب نوحيري انتي وقبض نايد يغان على تخلصو لبدا جروب أو إيلا دين مسلمين تاو حي عام كوا هايانين اي نبيق عايان كوا نوحيري حل الله يو جروب داو كتخلص وحو مركا قعان تاكو ديگاي جولان أما جولان بورها الله يدا ديا غير كودو دن أردن بو قبصدي طبريو قبصدي عكو قبطي عكو هشيس لغا شيء عكي وصدح دي ميلودا إنه المسيحيين تاكار دستي بغرطوي روهز عماد الدين زنكي بهرو قبطي عكنا هدا لغبطي أنطاكي يد وقت بدن بيقادة عهد المماليك ببرس وقت جيسي أي يد دي بلوسو علي شام انت دي بدنيت قعنتو كوليغي عكاي يا غير كاد يدول كاي لا فركون محبوس مسلمين لغو هيي وسود دايي مدن فلسطين انتو دي بدنيت بدبو قبطي لبنان قيبت هدن هوسة صيدا يا بيروت يا كوا كان يا نقعنت يسوى قالين غزة يا عسقلان يا نابلس يا بيسان يا راد الغور ونبا قعنتو دو سوى قالي وحيي لادن مسلمين تمركا يكور رميان ميلا هاسي gobollada qaarkood xisaar yar buu ku sameeyay iyana sidii bay ku qabtay Baytullaxan buu qabtay Madiinatul Khaliil baa gacantii soo gashay Baytu Jabriin baa soo galay yacnii mudunu Falastiin oo dhan intooda ugu badan gacanta muslimiinta ee waqtigaasi soo wada galeen intan markay gacanta soo galayeen kadib ayuu nasaaradu ogolaatay in heshiisya iyo wax lala galo Baytul Maqdis waye dagaalku xitiin buu ka dhacay xitiin ay 295 kilometir bay Baytul Maqdis u jirtaa Baytul Maqdis toos umu imana dhulkii kale oo dhan ay haysteen buu ka soo wada takhallusay inta kadib buu Baytul Maqdis yimi Baytul Maqdis markaas uu xisaar galiyay
maalma markay ku jireen ayaa manjaniqyada lagu garaacay. Manjaniqyadu waa madaaficdii qadiimka ee waagaa hore la isticmaali jiray. Kadibna waxay aqbaleen ammaan in la siiyo oo ay isdhiibaan sidiibuu Beyt Almaqdis ku qabsaday. Beyt Almaqdis iyagu markii ay gacanta ku dhigeen wixii muslima joogay way xaaqeen, waa laayeen. Salaxdiin Alayuubi markuu gacanta ku dhigay wuxuu ku yidhi ammaan baan idin siiyey, ciddii joogaysa ee magaalada deganaanaysa ninkuu 10 dinaar buu iska bixinayaa jizya ah, ilmaha yarna 2 dinaar oo jizya laga bixinayaa, qofka dumarana 5 dinaar oo jizya bay bixinaysaa. Ciddii rabta inay tagto xoolihiisana wuu qaadan karaa, waanu tegi karaa. Wadaadkii Botrik ahaa ee qadiiskoodii ugu weynaa, xoolihii meesha oo dhan iyo wixii muslimiinta ay ka dhaceen oo dhan intuu qaatay, ayuu wuxuu yidhi waxba yaan la taabanin. Ciidan buu ku daray ilaa iyo madiinatu Suur in la geeyo, dabeetana wixii ka dambeeyana uu halkaa ka sii baxo. Taariikhda ragga qoran qayb ka mid ah oo muslimiinta ka mid ah waxay yidhaahdaan tasaamuxa Salaaxuddiin xad-dhaaf buu ahaa, oo rag aan ahayn in la sii daayo oo tiro badan buu sii daayay bay yidhaahdaan. Laakiin Salaaxuddiin noocaas uu dhaqmi jiray. Yuhuuddii ugu horreysay markaa meesha ku soo noqota timaada Salaaxuddiin bay la socdeen. Salaaxuddiin waxaa la socday ilaa 12 tabiib oo Yuhuud ah, waxaa ka mid ah Muusa bnu Maymuun. Muusa bnu Maymuun waa nin wadaad Yahuudiya ilaa hadda. Kuwa mutacasibiinta ee Israa'iil degan qaybo ka mid ah waxay ku abtirsadaan inay madhabkii Muusa bnu Maymuun haystaan. Muusa bnu Maymuunna wuxuu ka tirsanaa dhakhaatiirta uu wato Salaaxuddiin Alayuubi, dhakhaatiirta ay ciidankiisu wataan buu ka tirsanaa. Saasuu wuxuu u ogolaaday Yahuudda qayb ka mid inay markaasi soo degto meesha ay ka doonayaan inay degaan, waayo markii hore waa laga nimanka Kristanka ahi markii horena way ka baabi'iyeen. Markii muslimku haysteen waa kuwii Cumar heshiiska kula galay inaan Yuhuudi nala deganaan karin, markii dambe ay xoogga ku qabsadeenna may aqbalin Yuhuudi inay soo degaan. Taariikhiyahanada reer galbeedku marka ay ka warramayaan Salaaxuddiin si gayru caadiya uga warramaan oo ammaan ay ka tiro badayaan wixii uu sameeyey, maadaama in badan ilaa xad qaarkood ay sheegtaan war ninku hoostu masiixi ka ahaa ama islaan masiixiyadaa dhashay ama khuraafaad caynkaasay qaarkood qoraan, iyagoo diidan yacni ninkani tasaamuxa badan uu sameeyey inuu muslimiyey, iyadoo la ogiyay muslimo yaana cid wax saamaxdaba inaan la arag. Salaaxuddiin Alayuubi magaalada Quduse wuxuu ka sameeyey madaaris tiro badan. Waxaa ka mid ah madrasadii caanka ahayd ee Shaaficiyadu lahayd, madrasatu Salaaxiya, iyo Ribaad Suufiya. Ribaadku waa meel degaana cunnana leh oo dadka cubaadiinta iska degaan ku cibaadaystaan, xataa masaajid baa looga dhexdhisaa. Waa meel cunnadii iyo cibaadadii iyo wax walbana ay ka helayaan marka dadka Ilaahay u go-ay unbaa iska geli jiray. Nidaam caynkaasa ka jiri jiray caalam alislaam iyo Ribaad la yidhaahdo dadkaasi degaan. Marka Ribaad Suufiyana wuu dhisay, madrasadana wuu sameeyey. Madrasadan waxaan iyada gaarka ugu sii tilmaamayaa culammadii waaweyneyda muslimiinta ahayd waa meelihii ay ka soo baxeen ama ay asaatidada ka ahaan jireen. Raggii ninkii koowaad madrasada hayay waxa weeyaan Ibnu Shadaad, ninkii la odhan jiray Qaadi Alqudaat Ibnu Shadaad, nin culammadii muslimiinta casrigiisii ugu waaweynaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah Ibnu Casaakir, nimankii madrasada ahayn jiray. Waxaa ka mid ah Ibnu Salaaxi, muxadidka ahaa saaxibu culuum alxadiid, madrasadaasi nimankii joogi jiray. Madrasa qadiima bay ahayd. waxaa ka mid ah Ibn Aljazari, saaxib Nashr fi Alqiraa'at Alcashr, Maxamed Ibn Aljazari. 4 wadaadaan sheegay 4 waa Shaaficiya. Marka waxay ka mid ahaayeen culammadii madrasadan ahayn jiray, iyo cadad khafiir min alculamaa ayaa ka soo baxay raggii madrasada joogi jiraya. Macalasaf waa dambe haddii waqtigu inagu sugo waynu ka warramiye, ayaa madrasadan waxaa loo bixiyey hadiyad oo waxaa la siiyey ninkii ka talinayay boqorkii Jarmalka la siiyey oo kiniisad baa loo bedelay. Cahdi dowla Cismaaniya qayb ka mid ah ayaa hadiyad loo siiyey qunsulkii Faransiiska ahaa Napoleon III, iyadoo loo siiyey iyadoo la ictiraafayo Faransa, Almaniya maaha, waa Faransa
تكلم تلمامي دونا يك ألماني أنا لسيه سببت اللوسي أنا وحي هيد ماشان هدا وقب صدي بوتين قرم ماشان لا يراه أو بوتين قب صدي قرم وتتارك مسلمين تهاب دجناء دولة العثمانية بيكم ده هيد قيصر كيبا صو ويراري دبتنا فرانسيسكا الدولة العثمانية عاويي سي سجد دفاعا مركز الراشية اللي قد دفاعي إن قرم قبصته وكم إذا الدولة العثمانية ساد رد إدوا أبا المرينوسية سنة مدرسة ده هلكا كتالا سيك استبه النقطة مقالة دي قدس اللورنشري يا مساجد كي يا مدارس تسترد بدنين على غرد سيساسه سلاح الدين قداشي عن نمادنا دولة الأيوبية ربتوا قوة إن تاريخ الإسلام جاي سياسي الصامر توحوي يوم وحان شرين آلية لاستمرار الحكم أي ما دحد كوكلا وريكته إلى حد نول المسلمين تو ما يتطويرين آلية داس خلفاء الراشدين بودن بأي آلية صحة وأي أمة دي ما دحد هذا كل دارته لجوريتيه وحي كدن بأي دحلته يهي ده دحل كان ضدك حول ما هلا قد دحل أبهود وحان شرين دحلته يهذا سال لجودي دخلت إذا سوحي كاني شرت مركا عرورتا ونكاسر دالي أما أني منك ولا الذي يسكد لان يا ماشا قبصر إياه سلاح الدين نن عبادة بدن وحكمة بدن وصبر بدن وقاسية وحنو ملايين يا الله تنيا أفر سندود بمدحها لحية طبان سندود قوب دقال بكو قاطبة ليلة هذا لا تنيا أفر تي سندود ومدحويناها نن هذا حكمة بدن حكيمها علمدنا آد أكتي سيقدو دهي وما موسى ولا تلياليهين لكن رجي كدن بيي ما ينقون سيديسي يجي باس خلافي دولة دي أيوبي جاهيد ومركا من حجاز إلى شام إلى مصر هيد ويكالا قوقعدي قبل بانن باقاتي وانا اللي استيلي قدس بينه نجو كور رمي مركز القدس النسيب كيسة وحي كبيرتي الأفضل علي بن يوسف بي يعنتي سجش وانك كسم هي مدرسة نعانك لدى المدرسة الأفضلية هي الرباط المغاربة ماشان هدا لقوم مرمى هدي يقول مركز بيت المقدس القاور رمي يبابك مغربي قا ما لهنا يهود هدا سود لولين يا نمشي حني ينكمدا رباط المغربي وحلوسي مغاربته وقت قاسي دقال دا سلبيين تكو تشيرين بي تاقير حوقن دولة الموحدين كهلين وكساب سنيد دنيا إيا وحلمي دا أبا القد لو أبا القد إيان سلاح الدين أي وحترين أيو إنن كيسان علي بن يوسف كاني أردسي انتاسو كسي وقت مركي اللي تشوغو الملك الأفضل واقير يودي ولالكي الملك المعظم عيسى بن أحمد بن أيوب أياقب صدي لكن وحق غريب أنك كاني وحولي قدس مباهنا سور لغو وريتيو سورك الدفاع مقال هذا وهاب الدمية سيقول لك بينو نوين الدفاع نمحا سورك كاني نوكياني إيادو مقال هذا بلا سور اسكتهاي أي مرضى بني منكي سوهم قريين ننكلوا أي ولا لهايين ولا إذا الكامل ابن أحمد ابن أيوب با قدس قبصدي هدنا لكن كاسيوح التاريخ دي إسلامي كاكو قرن يهي عيب وننكي هدية دو بحيي بيت المقدس مر لبعض مقالة دي قدس اللورن شري نماني ولا لين بيس قبتين يو الميدريين دباتنا وحسنين تتكون استيليسان هدى كون كريستان كصور ران ماشان او هلقاق هذا وحكو في عمبو استوسي يساقو انات كريستان كالله شيسو سيدات كله شين كرتانا وينات بيت المقدس يغس شيسو نمان كان نمركا يكو عاويانا اتسكرد عيسو هشيس بولاق لي انا قاطان بيت المقدس مساجد كو قرأ انا مسلمين تاو الرابان انت مساجد كو يهي مسلم كو ها حكومة بو يوري لكن مقالة دي قدس لورن شري إذن كوقاطة مقالة دي سيوحي قعان توقع شي مركا فريدريك اللباد نكي لورن شري فريدريك اللباد ويوروب نكي البحيي ونكي هاي ستيميشن سيقيلين اللي راهدو
أن رجيني أنا مركز دمانا إنه دحلي ألمانيا وأن كي سمية جامعات كي وجوه رئي يوروبا لقدر جامعة بولونيا هي سارلون تندم وجامعة دي كواد طب لقدر يسوى ودن يوروبا ودن تكلنا وجامعة دي وجوه رئيس يوروبا لقدر يسوى يوروب جامعة دي أقون ما يقونين نين كانوا مركز مسلمين تأقون تودي هراي أي الله بدن جامعة دو سمية على كل حال فريدريك اللباط وملك فرنجا أي قبصدي ماشي قدس لورنجري مركلة أي بيت المقدس وحي قعنت أني منك كريستيان كا كوتشرتي شن إيه طبان صندوق بهذا ندي بقتليني نك هسي مركو سيئ كدي تاريخ ذو هجري مرك يمارس اللي حبوا لي تضبي صدم كي أي الملك الناصر داود كان مداي ولا لا هاي ركوي سيئ كان مدا با دق على السوق هذاي كان با قبصدي مركا دبو وحريي لكن مدير مركو سنجوغي اي استيلين اديركي اوكي مسر هيستي الملك صالح نجم الدين ايوب اديركي با استيلينو مسر هيستا سيو كمسر سغ عليو ايا حدانا نمنكي دب لوغو عليي ليدي ور مسيحيين تا اسكا قاتا كان نكاسون الى الريح marka waxaad arkaysaa muslimku markasta uu jabay taariikhdiisa marka dib ugu noqoto waa mar uu intuu isagu istilay gaalada uu kala dhuntay muslim wada jira oo taariikhda gaal ka xog roonaaday lama hayo mar labaad bay hadana gacanta nimankaasi dib ugu noqotay 640-kii laakiin markan dambe wax badan gacantooda kuma jirin waxa dib ugu horeeyay ninkaasi najmuddin ayub ee haystay masar ayaa dib u xoreeyay casriga ayuubiyiinta haddaynu intaa ku soo dhaafno salaaxdiin u xoreeyay nin ka mid ah dhashiisiyo dib u dhiibay mid ka mid ah dhashiisiyo dib u xoreeyay haddana dib u dhiibay nimay walaalahayeen najmuddin almalik alcaadi looran jiray dib u xoreeyay waqtigii ayuubiyiinta intaasay ku dhammaatay waxaa bilaabmay casri cusub oo ah alcasri almamluuki dowlada ayuubiya way dhammaatay dowlada مملوكية باب الابنتي نجم الدين ايوب عن فيلا يا ملا حملات كي متكمدة اي كريستان كو صوق هادين شناد مثل لحاد مدهان اي اي سقوط دقال كو كتشيرة ومصر اقار كيدا اللي سكود دي ليو ايو سو غيريو دي واسلانتي معروف كايدا شجرة الدور لورنجري مركا يقارسي دمشدي سي دبتنا إنه النول يهيب كدك تي سيدي بمسلمين تود قال كوك قالن سيدي بالوجود شبيه إنما كي قالن قالا دمر كي لشبيه كذب أي إنا نودلك وريج سي ما دحني مادي إسلام فريد بيه نما كان ممالك تاهي والدولة ينا مددر عالم الإسلام كتليني ونما أسل كود وتركيا ينا أسل كود وخوارزميين يسقالبا إنا وأن من تاريخ الإسلام قا إن بدن عام قا سبب درادو كو نمن علمنا علماء دنا تعلب يهان شري ويقاب نجم نك نمركي وجروب كان سمي سنة يي العادل الأيوبي مركو جروب كان سمي سنة يي انقلاباتكم مركي بتم بدت كان كشكي يي دلنيار ودن كاكا كان صدي دلنيار دا ميل بكو حري يي inta shaniye toban jir ka yariin diin baa la bara culuma marka laga dhigo kadib ayaa kulliya askariye la galiya askar baa laga dhiga marka waxay ahaan jireen ninaman cilmiga shariicada si fiican u yaqaana cilmiga ciidankana si wanaagsan u yaqaana in taariikhda islaamiga marka la eego marka laga reebo inqilaabadii iyaga dhexdooda aha waa niman bari iyo galbeedba muslimka difaacay waa mongolianiski tatarki waa nimankii jabiyay حملات تربضنا إلى هيا نمنك مسيحيين تانا ونمنك يجبيي مدارس آدو تربضنا لوي ديسان وحي سيقو فاني شرين نمو لبا إنو مدارس إيا مساجد إنو وقفيو آد بي قوانا وصمايين وح عصر قودي وحالي دا شام إيا مصر إيا حجاز إيا يمن آد بي أكبع ضيبالة الماما إلا إيا مدى إياقنا ما مليين مددي أيوة هستن كريستن مسوهم قرينين بيت المقدس يا جار كذا بل مملكة قرى كهر سنة إذا أنطاكية هيدنا ويكحرية سيدا وجد بين نقطة عالم الإسلامي
intii loo yaqaanay inay gacantooda ku jirto qaybtaasi oo aanay wax kale ka jirin. Akhiiran dowladdoodu iyaguna waxay duntay dowla cuthmaaniya markii ay xoogaysatay saliim ilawal ayaa shaam. Saliim ilawal waa turkiga madaxdiisii boqor ka mid a. dowladda turkidu ama dowla cuthmaaniya markaynu dhaahno waxay ku jihaysnayd xagga kristanka, waxay ku jihaysnayd yurub iyo siday u furan lahayd, laakiin iyadoo dagaallo xooggan xaggaa ka wada ayaa xagga niman baatiniyiini ka samaysmeen dowla safawiya. Tan ay imika eeraan ku abtirsato, waayo eeraan sunniyiin bay ahaan jireen shan qarni wixii ka horreeyey, waa khuraasaan iyo dhulkii culammada muslimiinta ka soo bixi jirtay, ayaa ninkaasi yimi safawi ismaaciiliye. Dabeetana meeshii buu qabsaday, muslimiintii buu gumaaday, shiicanimadii buu xoojiyey, eeraan oo dhan buu qabsaday, wuu soo socday qayb ka mid a ciraaq oo dhan buu qabsaday. wuxuu ka cabsaday markaa saliim ninkan iyo dhibta wado, wuxuu joojiyey dagaalladii yuruba, dib buu soo noqday. dabeetana wuxuu isku soo daray caalim islaami dhammaantii oo dhan rabta inuu qabsado. wuxuu qabsaday masar iyo wixii ay haysteen oo dhan, shaam buu ka bilaabay. mamaaligta ciidankii ugu dambeeyey shaam bay yimaadeen, qaansawaan nin la yidhaahdo, meel la yidhaahdo marju daabiq oo suuriya ku taalla la ysku galay, wuu jebiyey. saasay kula wareegeen dowla almamaalik oo dhan. dowladdii shiicad ahaydna aad buu u eryaday ilaa uu dhul badan ka qabsaday. waa dowla cuthmaaniya waqhtiyadii ay ugu dhulka weynayd, yacnii 1.5 million square kilometer in ku dhadhowbay dowladdiisu gaadhay baa la yidhahdaa. markii ay soo galeen mamaaligta waxaa lagu jebiyey baa la yidhaahdaa, farsamaanay aqoon bay dowla cuthmaaniya keento, madaaficda lagama aqoon caalam alislaamiga sokee. markaa madaafiic buu la soo galay, dabeetana xalab agteeda meelaa buu ku jebiyey. cahdiga ay haysteen dowla cuthmaaniya waa iyana cahdi cusub marka qudus iyo qadiyadeeda laga warramayo. muddo nimankii ka horreeyey mamaaligtii iyo qaybtaasi dimashiq waxaan u jeedaa qudus aad bay cahdi almamluuki u kortay. madaaristii cilmiga ugu caansan ee la yaqaano taariikhi alislaamiya oo tiro badan bay ka dhiseen waxaa ka mid ah almarkaz madrasadii atankaziya la odhan jiray, almadrasa alkariimiya, almadrasa alaminiya, almadrasa alluluiya, almadrasa aljawuliya. intaba aathaartoodii qaarna weli sidiibaabay u shaqeeyaan, aathaartoodii intuba weli way ka taagan yihiin bayt almaqdis markaa tagto. dowla cuthmaaniya markaynu nimaadno iyo turkida, horta nimanka turkida la yidhaahdo 1,000 sannadood in ku dhow bay muslimiinta difaacayeen, laakiin dadku inta badan turki marka la sheego wuxuun bay u fahmaan dowla cuthmaaniya. marka laga soo bilaabo dowla alkhawarizmiya turki bay ahayd, dowla saljuuqiya turki bay ahayd, dowla alghaznawiya turki bay ahayd, dowla tuuluuniya turki bay ahayd, dowla almamluukiya turki bay ahayd, xataa dowla alikhshiidiya intii waxay dhahaan duwalkaasoo dhammi isir turkiya bay ahaayeen. waa dadkii ka yimi dowladahan hadda ka go'ay raasheenka iyo dhulkaasi dadkii deganaan jiray. marka asal ahaan caalam alislaamigan kaley xukumayeen ama dhulkii carabtu deganayd iyo waxan bay xukumayeen, laakiin asal ahaan waa dad atraaka marka la wada eego. marka la isku daro duwalkii turkida ahaa 1,000 sannadood in ku dhadhow bay ka telinayaan caalam alislaami siiba ahlusunnaha ay difaacayeen. manaatiq aada u ballaadhanna waa xukumayeen, laga soo bilaabo jayna dacalkeeda ilaa viyaana dacalkeeda inta ka dhexleh dowladda islaamiga ee turkida ee kala nooca ahid baa ka talisay, ilaa akhiiran 1942 3dii March uu ka takhallusay ninkii la odhan jiray Mustafa Kamal Ataturk oo nin cilmaaniya asalkiisana muran ku jiro, ma yahuudiba ma turkibaada asalkiisana laguba murmo. 1,000 sannadood bay telinayeen. haddaynu dib ugu noqonno Suleym markuu qabsaday meesha tan Xijaas iyo Beyt Almaqdis iyo dhulkan oo dhammi way soo hoos galeen. dowladahaasi in badan bay difaacayeen
دولة إسلامية هاي أما قدس قدس وحا كسو تلقى لإيري قبصدان مر برتغاليين تي الحضارة البرتغالية مركي دونيها ما مراكب تيالاتية مدافع دا وحيس كدين إني مدينة قبصدان بيت المقدس قبصدان دقال لبضان بي لقلين واجبيين كدب هولنديين تي بي جبيين كدب إنجريس بي جبيين كدب فرانسيس بي جبيين انتا سو غربة دولة العثمانية وحي إلال السي بيت المقدس هي حجاز إن قالوا سو دوان كريم لكن إيضا نحنون كيون عالم الإسلامي قالي شريبا قالي أوه خلافة استبداد كماركو قالوا نبو عليه الصلاة والسلام حتى المامية لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حكم كإسلامي إسلامك قنتمي إسا قنتم قنتم باو فرو دونتان مركا قنتم فرطان بتكو حكتا كدقي دونتان قنتم توقوه الرئيسي أطور دونتان بو نبو قدوا حكمك قنتم توقو دم بي سيدن كلومي دونتان وصلاة بو نبو قدوا عليه الصلاة والسلام يعني إسلام لماذا مركا مودة تقي ساني كل بقيبا لضيعي أبو نبو قدوا المامي وأنا كي نبو قدوا شغي فضو ده صدن صندادون انه نقوني صح صدن كونوا صدن كده خلاف الراشد هي شوكتي قودهان ودن كي الشام لورن شري وحا قبصدي دولة العثمانية دولة العثمانية السيستم بيقول السنايد ليدا ده مركو ري ولاية ولاية ده وحا كوه ري متصرفة با كوه سيسة متصرفية ده وحا كوه سيسة قضاء قضاءك وحكسيه سيا ناحية ولايته وقبل دن أمريكا أمير له أنت وقبضن له ولاية أمريكا لغي ماده قبل هذا ولاية أيو قيب سنتي ووين متصرفية ولا إذا هذا متصرفية داس أما ولاية عثمانية ده هذا نصاق قبرنه بيت المقدس وحيهوست جيسي مركي هرة تقسيمات كاسية يجو سمايستين تقسيم كمدة مركي دم بنا متجارة ولا جا حكومة سنتركا أما الدولة العثمانية بغرقو توصو حكومة أيا لا جدي جاي وحيو سمايين وحتي ربضا وحس وقت جاب بلاب ميا وحي كدم بيجي ضعف جي أي شو قاعدي الدولة العثمانية وهي الدولة العثمانية أنت هي ستوردن وكسو بوضيا وهي لما هم قرينين بيت المقدس حوق لغو قبصده وحيا هايدون وحي كهر انتا كهر رئيسي با حوق لغو دايي لكن مركان يقال نقضي دولة دو حوق بدن الدنيا دا كتاليسة وحينو ايمان كرنا مركا آخر الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد والقضية الفلسطينية ايو كريستيان زيانيسم كماركو صابحي حقيقة وحويان يهودي بيت المقدس يا فلسطين ما يقبصنن وحا قبصدي حقيقة النبطة كريستيان زيانيسم كريستان يهودي بي ومذهب كبروتستان مركا يساقو محاضرة قارو باهن يهي الكاسين ما انت نكو تشوشيني والسلام عليكم ورحمة الله همبريو 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 يونس إذن هاي سألابتا وحانا لغسمي ألابتا عنتية فيتامين اسكوشرة وحينا داوة أطهي حانون نبضان سيدا معانك ليكاركا كالسترولك ميسان لمستا بيركا برورتا فوشا يوليبا عدركا لأو أفرا بضان هادبا كجار شركة يوني سيتي أو إذن ديارسي ألابتا أكو قيمها بضان هادي آد دلك تشوكتو يا هادا دمدس تشوكتو ودلك يوكي أيضاً والوصول وين هي دليفري أيضاً الوصول دري دونا هدي عبد الكريم بديس تشوتي وبلده فوق دلك يو كي كجار شركة ده طبعاً يوني سيتي كلام حرير نمبر ده شاشة ده كقرن مريم وأحاول ذلك وصل رئيس شركة ده كلام حرير شاشة ده نمبر كقرن على عندها يكون أول اللي جت أختار بنت تجي وحن أي رقلين وحن كل حمونا يدونتا ليك بام مرتفع وحن اللي رق العتين وإبقى القرش كان وتي وحن وتو وإبقى على
fadlan wixii karaankaaga ku caawi hooyo farxiyo sheekh oo ku cadilan magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya gacantaada u baahan tahay gargaarkaaga u baahan tahay waxaa loo sheegay qalinkeeda dhuunta oo aad haysto inuu ku bixi doono $20,000 ilaa $25,000 fadlan hooyadaa soomaaliyeed ku caawi akoonadeedana waa hormuud waa taaj iyo weliba hormuud akoon fadlan wixii karaankaaga ku caawi